شوف شوف شوف، الإنسان الراقي، الإنسان المحترم، الإنسان اللي فعلا عنده ذوق، واحد من البيوت هذه بصباح أحمد أو هذا. شوف 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 زارع قدام بيتها، شوف الورد، شوف الله، والله العظيم إنه إنسان راقي ومحترم. شوف 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 بسرعة قدام، ترى ما يكلف شيء والله، أكثر شيء يمكن 20 دينار. شوف والله العظيم إنك أنت إنسان راقي ومحترم وعيونك حلوة وجميل وتحب الجمال. شوف تخيل لو الكويت كلها، لو بيوت الكويت كلها 60% أو 70% يسوون نفس الإنسان المحترم الراقي هذا يعني. الجار شوف ويزرع قدام بيته ورد وبعض النباتات الأخرى، وهو بنفسه يستمتع، والناس اللي تمر قدام بيته تستمتع بهذا المنظر الجميل. تخيل لو الكويت يعني تقريبا 60 أو 70% من البيوت اللي في الكويت تسوي نفس الإنسان هذا المحترم، شلون راح يكون منظر الكويت أو منظر الشارع أو المكان اللي أنت مر فيه؟ راح تستمتع بهذا المنظر الجميل. بس الصراحة في مشكلة، يعني مشكلة ضيق الخلق، أن هذا تعتبر وزارة الكهرباء والماء هدر في المياه. هو فعلا صحيح هدر في المياه ويكلف الدولة، بس ممكن أن الدولة تستخدم المياه قبل نسميه الماء الصليبي اللي هو الماء قليل الملوحة. والمشكلة الثانية المشاتل، مشاتل راح يصير عليها ضغط، بس ممكن أن الواحد يشتري بذور وصحون ويزرع في بيته، ما في مشكلة. ترى على فكرة ما في بعض العدادات ما تحتاج انك تحط عامل ويقعد كل يوم يرش، لا، عداد انا شاري وتركبه وتبرمج هذا العداد كل يوم كم يعني يسقي الماي ولمدة كم وكم عدد المرات في اليوم. ترى على فكرة يا جماعة، أذكر قبل الغزو كان في مسابقة في عند الهيئة العامة للزراعة أجمل حديقة، بس الحين لا خلاص ما في. الحين الدولة ما تشجع على شيء هذا لأنه يسبب هدر في المياه. بس أنا لفت انتباهي والله الإنسان هذا المحترم قسم بالله، هو بين 4 بيوت والله ما أعرف، ولكن قريب من بيتي. شوف الجمال اللي قدام بيته لأنه هو جميل.